ما حكم صبغ شعر اللحية بالسواد واللون الأسود؟ لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في اللحية أو في الرأس، لا يجوز صبغه بالسواد الخالص، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وجاء في حديث آخر في صفة قوم يكونون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. نعم.